عم نشتغل بهذه بهذه الاكتيفيتي. بصراحة ناسي شو رقمها، يلي هي اكتيفيتي 9. حلينا بارت 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وصلنا للبارت 10 بالاكتيفيتي 9. اوكي، في معنى سكوير اي بي سي دي الجيفن هون، معنى الاو اي يلي هو جزء من الدياجونال 2 سنتيمتر، بدنا نحسب الاي بي. هلا هون بدنا نتذكر شوي البروبرتيز بالدياجونالز بقلب السكوير. حدا بيتذكر شو خصائص الدياجونالز بالسكوير؟ equal بس كلهم equal، كل الاجزاء بس بيكونوا equal. بعد ما they are equal and بنقول عنهم equal and bisect each other. بيكون other. ان الاربع اجزاء بيساووا بعض، اوكي؟ okay. وطبعا غير انهم equal yes. bisect each other في شيء كثير right. ما بنقول رايت، بنقول perpendicular يا حسن. perpendicular. اذا بيكون عندي زاويه 90 بيناتهم. طبعا هيدي البروبرتي بتفيدني بالشغل، يعني انا مجرد ما قلت انه they are equal and bisect each other perpendicular، دغري شو صار تراينجل اي بي او؟ عنده تو ايكوال سايدز وعنده رايت انجل. شو صار نوعه؟ رايت ايسوسيلس. رايت ايسوسيلس. اوكي كثير منيح. لما صار عندي اياه رايت ايسوسيلس ومع الاي او 2 سنتيمتر، مش في قاعدات للرايت ايسوسيلس مثل السيمي ايكولاترال؟ بلا بلا انا هون بدي احسب الاي بي اللي هو الهايبوتنس. حافظينها الهايبوتنس شو بتساوي بقلب الرايت ايسوسيلس تراينجل؟ تساوي الاي او راديكال 2. اكسلنت يا ريم. فاذا الهايبوتنس بيساوي اللاج تايمز راديكال 2، يعني الاي بي بيساوي الاي او تايمز راديكال 2. بحط الاي او بقيمتها 2 تايمز راديكال 2، قد بتطلع 2 راديكال 2. بس هيك، فيري جود. فاذا بتطلع بالنتيجه 2 راديكال 2. هلا طبعا انا هون قايله رايت ايسوسيلس بسرعه، بس الاسباب الحقيقيه هن اللي حكيناهم، انه بيكون عندي الدياجونالز بالسكوير هن ايكوال وبايسكت ايتش اذر وبيربنديكولار. هيدي البروبرتي بتخلي الترينجل يصير رايت ايسوسيلس، يعني انا مختصريتها شوي. اوكي، بعدين القاعده هيدي بتطبق بس بالرايت ايسوسيلس، انه الهايبوتنس بيساوي اللاج تايمز راديكال 2، وبنعوض كل شيء بقيمته. فيجر 11، في معنى رايت ترينجل ام اي كي رايت ات اي مع الاي اي. شو اسمه الاي اي اللي بينزل من الفيرتكس لعند الميد بوينت؟ شو بنقول له هيدا؟ ميديان. ميديان. فاذا الاي اي هو ميديان رايح لعند الهايبوتنس ام كي. هيدي بروبرتي اخذناها بالثامن، يلا مين بيتذكرها؟ بس اي اي ايكوال ام اي ايكوال كي اي. فيري جود يا محمد، بس ما فينا نقولها البروبرتي هيك بسرعه، يعني ما نقول المقدمه معها. كيف بنبلش بالبروبرتي؟ بتتذكر؟ بس ال اي اي ميديان ريلاتيف تو ذا هايبوتنس ام كي، سو اي 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 ايكوال ام كي اوفر 2، سو اي 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 ايكوال ام ايكوال اي ام ايكوال اي كي. اكسلنت يا محمد. بس طبعا هاي لا ما اسمهاش ميد بوينت ثيورم، هي بروبرتي اخذناها بدرس الميد بوينت ثيورم. اوكي، بس هي ما اسمها ميد بوينت ثيورم يا ريم، انتبهي. الميد بوينت ثيورم هو هيدا اللي كنا حكينا عنه قبل، انه بيكون عندك ميد بوينت هون وميد بوينت هون، ان كان بالترابيزويد وان كان بالتراينجل. ميد بوينت بميد بوينت، بس يكون عندي اثنين ميد بوينتس هيدي بنسميها ميد بوينت ثيورم. بس هون عندي ميد بوينت وحده وعندي رايت تراينجل، فهاي البروبرتي هي هيك. اول شيء الشيء الصغير يلي نسيت تقوله يا محمد، انه ما نقول انه عندي رايت تراينجل، لانه انا ما فيني بلش دغري اي اي از ا ميديان. لازم يكون عندي رايت تراينجل مع انه عندي ميديان ريلاتيف تو ذا هايبوتنس لحتى اطبق البروبرتي. هلا هذه البروبرتي ما لها اسم، دغري بقول ذن وبكتب النتيجه، يعني ما بقول باي بيتاغورس او باي ميد بوينت ثيورم، ما لها اسم. ات از اونلي ا بروبرتي. اوكي، وطبعا باكد انه ما بتطبق الا اذا كان التراينجل رايت. فاذا بصير الاي اي از ايكوال تو ام كي اوفر 2، وبعوض كل شيء بقيمته. نحن معنا الام كي 10 سنتيمتر، 10 اوفر 2 بيطلع 5 سنتيمتر. كلنا تذكرناها او فهمناها، حتى لو ما تذكرناها المهم انه نفهمها، لانه very important property بنستخدمها خلال شغلنا. اوكي، figure 12 هيدي تعلمناها بالصف. بنلاحظ بهيدي الرسمه شو هن السي ام والاي دي؟ هادي هايت.
علي اللي بيكون نازل من الفيرتكس لعند الميد بوينت بنسميه هاي ميديان. They are medians intersecting at G. شو بتصير G؟ بس يتقاطعوا الميديانز بنقطة، شو بنسميها؟ أورثو سنتري ماس. أورثو سنتري. لا يا محمد، هيديك للهايتس. سنتر أوف جرافيت. يس، فيري جود. فإذا المحل ما بيلتقوا الميديانز سنترويد. سنترويد أو سنتر أوف جرافيتي. أوكي؟ فإذا في قاعدة تعلمناها على السنترويد أو السنتر أوف جرافيتي، نحن بدنا نحسب معنى السي أم كلها 6، بدنا نحسب السي جي وبدنا نحسب الجي أم. أخذنا قاعدة عليها إذا بتتذكروا. فإذا المقدمة اللي قلناها لازم تنكتب، إنه مع اثنين ميديانز intersecting at G صارت G هي centroid أو center of gravity. هذا بيتذكر كيف تكمل هلا؟ GC equal 2 over 3 times MC. Excellent يا ريم. فإذا CG هي 2 على 3 CM، هاي شرحناها بالصف إذا بتتذكروا. أوكي؟ وكمان الجي ام شو بتساوي؟ هو مس 1 1 على 1 اوفر 3 سي ام 1 اوفر 3 1 اوفر 3 سي ام 1 اوفر 3 سي ام 1 اوفر 2 سي جي. مش اتفقنا انه الجي بتقعد على البارت الثاني، يعني بتكون الجي ام قد نص السي جي؟ ايوه. اوكي، فاذا علينا نكتب البروبرتي ونطبقها. السي ام عياها 6، بحطها هون بقيمتها 2 over 3 cm، يعني 2 over 3 times 6 بيطلع 4. 6 times 2 12 over 3 بيطلع 4. هيك بنكون حسبنا CG. بالنسبة للGM مثل ما انتو قلتوا it is 1 over 3 cm، كمان بحط CM مرة تانية بقيمتها بتطلع 2 سنتيمتر. كلنا فهمناها؟ آمين. طبعا هيدي المقدمة لازم تنكتب، لأنه هودي ما بيتطبقوا إلا إذا كان عندي سنترويد. يعني أنا ما فيني فجأة دغري قل لهم CG equal، بديش وضح لهم كيف عرفت إنه بتساوي هالقد، بدي قل لهم إنه كان عندي ميديانز، حصلت على سنترويد، صار عندي هيدي القاعدة. أوكي؟ Activity 10 في معنى parallelogram. هلأ أني قايلين لنا draw، هلأ أنا هون رسمي رسمي ومجهزيتها. في معنى parallelogram ABCD of center O. The parallel drawn from O، من ال O رسمنا parallel على مين؟ To AB. فإذا هيدا من ال O، هيدا الخط رسمناه parallel على ال AB. Cuts BC at M. هلا أنا هون مزغريته، فينا نحن نطوله عادي. It is a straight line. المهم إنه يقطع ال BC بالنقطة M. بدنا نبرهن إنه ال M هو midpoint لل BC. أنا معي بس parallel. وشو بنعرف عن الاو كمان؟ طالما هي السنتر شو بتصير الاو؟ او ذا ميد بوينت. مزبوط، بتكون الاو ميد بوينت لمين؟ يل اي سي. ولمين بعد؟ بي دي للدي بي. فاذا ما هي السنتر للبارالوجرام، ونحن بنتذكر بالبارالوجرام الدياجونالز بايسكت ايتش اذر، يعني بيكون عندهم سيم ميد بوينت، يعني بتكون الاو هي ذاتها ميد بوينت للاي سي وكمان ميد بوينت للبي دي. اوكي، بدنا نبرهن الام ميد بوينت. يلا مين بيعرف يبرهن لي اياها؟ يلا يا حسن. ان تراينجل اي دي سي او از ذا ميد بوينت اوف اي سي O M parallel AB then sur M is the midpoint of BC by converse of midpoint theorem. Excellent يا حسن. فإذا في قاعدة تانية تعلمناها بالmidpoint theorem اسمها converse of midpoint theorem. شو الفرق؟ الmidpoint theorem بيقول إذا أنا عندي اثنين midpoints الO midpoint والM midpoint بيصير معي الO M equal AB over 2 والO M parallel على AB. هيدا الmidpoint theorem. بس نحن هون ما فينا نستخدمه لأنه ما عندي اثنين ميد بوينتس، عندي ميد بوينت واحدة وعندي بارالل. أوكي؟ هيدي الحالة بس يكون عندي ميد بوينت مع بارالل منسميها converse of midpoint theorem. وشو بتعطينا؟ بتخلي الجهة الثانية اللي هي النقطة الثانية اللي عم نحكي عنها، مش نحن عم نقول الـ O M parallel على AB، كان معي الـ O هي الميد بوينت، بتصير الـ M كمان ميد بوينت، وبصير معنا الـ O M equal AB over 2. هلا هيدي فيني ما أكتبها، أنا بهمني برهن الأم ميد بوينت. بس أوصل لهون أقول by converse of ميد بوينت theorem بصير عندي الأم ميد بوينت of BC، فيني أوقف لهون ونوصل لهون ووقف. أوكي؟ كلنا فهمناها؟ أيوة. أوكي.
فإذا ننتبه اسمها converse of midpoint theorem. هون بدنا نحكي شوية، هودي مش موجودين معكم بالوراق، شوية مراجعة بدنا نعبي الفراغات مع بعض. فإذا what is a trapezoid؟ موجودين بالكورس هودي، أوكي؟ شو هو trapezoid يا teacher؟ is a what؟ أعطوني definition لإله. عنده quadrilateral؟ ايه ما بالك كوادريلاترال. طيب كوادريلاترال شو المميز بقلبه؟ طلعوا بشكله، شو المميز بقلبه ترابيزويد؟ parallel sides كلهم parallel؟ لا بس opposite sides are parallel. وعنده two right angles. لحظة two angles are equal. عم نحكي بهذا الشكل بشكل عام، في عنده two opposite sides are parallel يلي هن الاي بي والدي سي. طيب الـ AD والـ BC parallel شيء؟ مش لا لا، فإذا هذا اللي بيميزه عن الـ parallelogram. بالـ parallelogram حيالله اتنين بوج بعض بيكونوا parallel، هون بيكون عنده بس الـ bases parallel. فإذا having exactly two parallel sides only two، أوكي؟ في عنده ثلاث أنواع trapezoid. هذا trapezoid العادي مع بعض بيكون واحد منهم أصغر من الثاني، في عندي small base وفي عندي large base. المسافة بيناتهم بحال احتجناها بنسميها height، هذه بنستخدمها بال area. ما عنده properties إلا أنه parallel، وفي properties صغيرة قليل ما بنستخدمها، أنه الأنجلز يلي قاعدين على نفس الليج، فإذا حايد هيدا والparallel على بعض بنسميهم bases. الAD والBC ما اسمهم bases، اسمهم legs. الأنجلز يلي قاعدين على نفس الليج، يعني الأنجل A مع الأنجل D بيكون جمعهم 180، بيكونوا supplementary. كمان الأنجل B والأنجل C قاعدين على نفس الليج بيكون جمعهم 180. بس مش كتير مهمة هيدي البروبرتي. المهم هيدا الجنرال كيس اوف a trapezoid. في عندي two special cases، في عندي أنواع من الترابيزويد. النوع الأول right trapezoid والنوع الثاني isosceles trapezoid. هلا بالright trapezoid بيكون عنده two right angles، angle A is right وangle D is right only. لاحظوا البي والC are not right، لأنه إذا كلهم right بده يصير rectangle، هو منه rectangle، هو right trapezoid. فإذا it is a trapezoid having two right angles. بالنسبة للisosceles trapezoid وما عنده خصائص تانية، بس بيحتفظ على نفس البروبرتي انه انجل بي بلس انجل سي از 180، بس هالقد. بالنسبه للايسوسيلس ترابيزويد، ات از ا ترابيزويد هوز ليجز ار ايكوال. مشان اتفقنا انه الاي دي والبي سي هن ليجز، ما كان في ريليشن بيناتهم، بس يكون ايسوسيلس بيكونوا ليجز ار ايكوال، اوكي؟ بيكونوا الدياجونالز كمان ار ايكوال بالايسوسيلس ترابيزويد، البيز انجلز بيكونوا ايكوال، انجل دي وانجل بي مش اثنيناتهم قاعدين على نفس البيز بيكونوا ايكوال، كمان الانجل اي والانجل بي قاعدين على نفس البيز بيكونوا ايكوال، اوكي؟ فاذا مثل قصه الايسوسيلس تريانجل، بيكون عنده الانجلز ايكوال والسايدز ايكوال. بس هون بننتبه مين الانجلز ومين السايدز، اللجز هن اللي بيكونوا ايكوال، والبيز انجلز يلي قاعدين على نفس البيز، هو عنده تو بيرز اوف بيز انجلز، في عند اللي تحت اللي قاعدين على البيز الكبير بيكونوا ايكوال، واللي فوق الانجلز يلي قاعدين على البيز الصغير كمان بيكونوا ايكوال. هلا هيدا اللاين شو قصته؟ هيدا بس انه اكسس اوف سيمتري اللي هو البربنديكولار باي سيكتور، يعني بيكون عندهم البيز اي بي والبيز دي سي بيكون عندهم سيم بربنديكولار باي سيكتور. بينما هون مثلا البيز اي بي بربنديكولار باي سيكتور لاله غير البربنديكولار باي سيكتور تاعو للدي سي، بس هون بيكون عندهم سيم بربنديكولار باي سيكتور. هلا how to prove that a trapezoid is right؟ هيدي بايخة. إذا أنا معي trapezoid، كيف مثلا هيدا trapezoid؟ بس مبرهن بس إنه أنجل واحدة right. Very good. فإذا إذا أنا معي trapezoid يعني أنا بكون مبرهني A B and D C are parallel، بس بدي برهنه right، بيكفي مثل ما قال صديقنا إنه أنا نبرهن one right angle، مش ضروري برهن اثنيناتهم، بكفي برهن واحدة منهم 90 بيتحول ل right trapezoid. طب كيف ببرهن isosceles trapezoid؟ في عندي ثلاث طرق. الطريقة الأولى prove one، طبعاً ما ببرهنهم كلهم، حسب الطريقة اللي بتزبط بالإكسرسايز. الطريقة الأولى adjacent angles equal
ايكو adjacent angles يلي هني على نفس البيز، يعني البيز angles are equal، مش كلهم، او برهن لفوق equal او برهن لتحت equal. الطريقة الثانية the عبوا الفراغ، طلعوا بالجملة the sides are equal، اي sides برهن equal؟ اللي مش parallel، اللي مش parallel يعني. Very good. The non-parallel sides، لأنه إجبار اللي parallel هني منهم equal. في عندي بيز صغير وبيز كبير. بينما non-parallel يلي منقول لهم legs منقول لهم equal، من برهنهم equal. آخر طريقة prove that the diagonals are equal. Equal. آه. طبعاً هني بس equal، منهم bisect each other، لأنه لو bisect each other كان تحول لparallelogram. هو منه parallelogram. يعني هو منه من okay. parallelogram، اوكي؟ يس. هودي الميد بوينت ثيورمز حكينا عنهم قبل، رح نقولهم على السريع، يعني طبقناهم بالاكتيفيتيز ورا. في عندي بالميد بوينت ثيورم تو بروبرتيز. البروبرتي الاولى اذا كان عندي تريانجل في بقلبه اثنين ميد بوينتس ام اند ان، باي ميد بوينت ثيورم بصير معنا الام ان parallel تو بي سي اند ام ان ايكوال بي سي اوفر 2. Second property هي اللي طبقناها من شوي، هي converse of the first property. إذا كان معي triangle معي الام midpoint، معنى الام ان parallel to BC، فإذا midpoint مع parallel then هون منقول by converse of midpoint theorem بتصير الان هي midpoint للAC، وكمان هيدي تضل موجودة، يعني and ام ان equal BC over 2. بس عادة بستخدم الconverse كرمال برهن midpoint، عشان هيك ما بنذكر التاني لأنه منا مهمة. كمان بقلب الترابيزويد في عندي ميد بوينت ثيورم، كمان استخدمناه بالاكتيفيتي ورا، بيكون عندي الام والان يلي هن اللاجز عندهم اثنين ميد بوينتس، باي ميد بوينت ثيورم بصير معي الام ان parallel to اي بي parallel to دي سي، وكمان الام ان is equal to the sum of the bases over 2 اي بي plus دي سي over 2. اكتيفيتي 11 ما نتذكر شوي سوا properties of quadrilaterals يلي هن كلهم من فئة البارالوجرام يلي هن الريكتانجل والرمبس والسكوير. أول property opposite sides are parallel، محل ما هي مظبوطة ما نحط علامة صح أو علامة X، أوكي؟ فإذا وين بيكون opposite sides parallel؟ مش عند الكلب. عند الكلب. هلا هون في شغلة مهمة لازم ننتبه لها، إنه أي شيء بيزبط بالبارالوجرام بيزبط عند الكلب. يعني إحنا أول شيء منفكر بالبارالوجرام، بس تكون مظبوطة هون صح عند البارالوجرام يعني إجباري صارت صح عند الكل، لأنه هني كلهم بارالوجرامز، هني ولادوا للبارالوجرام الريكتانجل والرمبس والسكوير، أوكي؟ أوكي. opposite sides are equal، طلعوا بالبارالوجرام opposite sides بيكونوا equal ولا لا؟ مساكل من عدد الرمبس يماس. yes Yes. من عدد الرمبس، ما بعدنا عم نقول اللي بيزبط بالبارالوجرام بيزبط بالكل. هيدا الرمبس. الرمبس كل السايدز بقلبه ايكوال. طب انا عم اقول انه بدي الاوبوزيت. اذا كلهم قد بعض الاوبوزيت ما بيكونوا قد بعض. شو يا حبيبي؟ مبلا فهمناها يعني؟ Yes. ايمن. opposite angles are equal. طبعا كلنا عم نفهم شو يعني opposite، اللي بوجه بعض. opposite angles يعني مثل الانجل A ومين كلهم يا ناس، كلهم صح، كلهم صح. ايه الانجل A على مين opposite؟ AB على الانجل C يا ناس. yes. فاذا اللي بوجه بعض من قلهم opposite angles، والانجل yes. opposite على الانجل D. 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 يلا تذكروا هل ال opposite angles equal بالparallelogram؟ yes. Yes. فإذا they are equal in a parallelogram يعني equal بالكل. Diagonals bisect each other. هذه واضحة. أهم property بالparallelogram. عند الكلمة. Diagonals بيكونوا bisect each other. طبعاً عند الكل. Diagonals are equal. يلا هم ندقق شوي. بالparallelogram diagonals بيكونوا equal شيء؟ No. طيب وين بيكونوا equal؟ Rectangle. بالركتانجل والسكوير بس يا ماشي. بالركتانجل وبالسكوير very good. بالرمبس واضحين طلعوا فيهم. بالرمبس الدياجونال بي دي أقصر من الدياجونال اي سي بدون ما نقيسهم، يكون عنده دياجونال أصغر من الدياجونال الثاني صح؟ yes. في الأولى yes. هاي فإذا الدياجونالز بيكونوا equal only in rectangle and square. هاد فيني أتركهم فراغ أو فيني أحط X إنه مش مزبوطة، أوكي؟ okay?
Diagonals are perpendicular. وين بيكونوا perpendicular diagonals؟ الرومبس عند الرومبس والسكوير. Very good. فإذا الرومبس والسكوير and square they are perpendicular. بالريكتانجل not perpendicular. بالبارالالوجرام not perpendicular. Diagonals bisect opposite angles. الرومبس والسكوير. Diagonals bisect opposite angles. لايكو شو يعني؟ يعني أنا هون إذا برسم الدياجونال بي دي هل هو بايسكتور لهيدي الانجل؟ هيدي اللي بعنيه. بسكوير بالرمبس بالسكوير بالرمبس بالسكوير بالرمبس بالسكوير بالرمبس بالسكوير. اذا رسمت هيدا الدياجونال لاحظوا واضح انه هيدي الانجل اللي فوق اصغر من الانجل اللي تحت. It's not a bisector. اوكي؟ صح بل هذه البروبرتي ما بتزبط الا بالرمبس وبالسكوير مثل اللي قبله. هون غلط وهون غلط. All angles are right angles. سكوير اكيد بالسكوير ريكتانجل وبالريكتانجل الرمبس اني رايت شيء؟ لا 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 بالرمبس ولا بالبارالوجرام. All sides are equal. سكوير بالسكوير سكوير ورمبس. Very good. طبعاً بالريكتانجل they are not equal. بالبارالوجرام they are not equal. Consecutive angles are supplementary. Consecutive adjacent. يعني بكون عم بقول عن هيدي الانجل adjacent لإلها جارتها اللي حدها. هودي التو انجلز يعني supplementary. شو يعني supplementary؟ يعني جمعهم 180. يعني جمعهم 180. Very good. فإذا كلهم بيزبطوا. كلهم. الكل اي تو adjacent angles بيكونوا supplementary. هلا الزوم عم بيقول لي بعد معنا 10 دقائق طبعا حنكمل هاي يا هون بدنا نعبي الجدول. هذا كمان مش موجود عندكم حنعبيه على السريع. بالبارالوجرام كيف بيكونوا السايدز؟ Adjacent parallel equal. Opposite sides are equal. Are equal and parallel. Okay. Okay. طيب شو بنعرف عن الانجلز بالبارالوجرام؟ يلا هني مراجعة مثل Opposite sides equal. Opposite angles are equal. Angles are supplementary. Angles are equal. Very good. فإذا ال opposite angles are equal وال adjacent angles are supplementary. شو بنعرف عن ال diagonals؟ Bisect each other. Very good. Bisect each other at their midpoint. يلا بننتقل للrectangle. شو بنعرف عن السايدز بالrectangle؟ Miss opposite sides opposite are sides equal. Equal opposite sides are parallel and equal. Very good. مثل الparallelogram. شو بنعرف عن الangles بالrectangle؟ All equal. All equal. All right angle. Yes, very good. كلهم equal 90. يعني كلهم right angles. Diagonals بالريكتانجل ما قلنا يا مس انه الادجيسنت angles are equal supplementary. ايه ما قلناها مثل هاي لانه كلهم تسعينات يعني اقوى من هاي. هون supplementary جمعهم 180 بينما هون عم نحدد اكثر ما 90 مع 90 اكيد 180. اوكي اوكي يلا بالنسبه للدياجونالز bisect each other and أنا بيلتقوا بي بوينت إيكوال 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 هني بالبارالوجرام بس بايسكت إتش أذر بينما بقية الكوادرلاترالز بتزيد البروبرتي على الدياجونالز هون بصيروا إيكوال. هلا بنشوف هون شو بصيروا. يلا بالرمبس كيف السايد؟ مس الأوبوزيت سايدز آر إيكوال سايدز آر إيكوال كلهم إيكوال مميز فيهم كلهم إيكوال. هون بس الأوبوزيت هون كلهم أوكي. طبعاً الأوبوزيت بيكونوا parallel. Opposite yes. sides are parallel plus four sides are equal. بالنسبة للأنجلز الأدجيسنت أنجلز يمس supplementary والأوبوزيت أنجلز equal. Yes. بتشبه البارالوجرام نفس الشيء. فإذا الأوبوزيت أنجلز equal والأدجيسنت أنجلز supplementary. بالنسبة للدياجونالز Diagonals Perpendicular Perpendicular bisect each other. Bisect opposite angles. Very good يا ريم. فإذا they are perpendicular, bisect each other. وزيادة عليها مش كاتبيتا bisect opposite angles. بس هي مش كتير مهمة. نحن عم نحدد على البروبرتي الأهم. أوكي؟
بس طبعا مظبوطة. أوكي. يعني فينا نزيد عليها and bisect opposite angles. أوكي؟ اللي حكيناها قبل شوي. بالنسبة للسكوير how are the sides؟ All sides are equal and opposite sides are equal. Very good. فإذا مثل الرمبس all sides are equal, opposite sides are parallel. بالنسبة للأنجلز all angles equal 90. Yes, كلهم right. All angles are right. بالنسبة للدياجونالز equal and bisect each other. Yes. At their midpoint. At their midpoint. كمان بعد. Equal. وكمان perpendicular on each other. كل شيء يا ريم موجود بقلبهم. Very good يا محمد. فإذا equal كمان. كل شيء موجود بقلب السكوير. يعني كانوا بس bisect each other. هوني bisect each other و equal. هوني bisect each other و perpendicular. هوني bisect each other و equal و perpendicular. اوكي؟ اوكي. هيك بنكون راجعنا شوي عن البروبرتيز تاعو الكوادريلاترالز. بدنا نكفي سوا كان عندنا اياها هيدي homework كمان. Determine the most specific classification of each quadrilateral described. هودي بنستخدمهم خلال شغلنا بقلب البرهنة. إذا أنا برهنت parallelogram وبرهنت عنده right angle لشو بيتحول؟ Very good. Rectangle. Parallelogram having right angle is rectangle. يلا تاني problem. إذا برهنت rectangle ورجعت برهنت إنه عنده two consecutive equal sides يعني الطول والعرض قد بعض لشو بيتحول؟ Square. 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 Very good. Quadrilateral with two pairs of parallel sides. يعني برهنت أول اثنان parallelogram. Parallelogram. برهنت parallelogram بس رجعت برهنت إنه two consecutive sides are equal. Rhombus. Square. Rhombus. Rhombus. Parallelogram بس يصيروا طول وعرضه قد بعض بيتحول لرمبس. ما بيتحول لسكوير يا ريم لأنه ما تأكدنا إذا عنده 90. أوكي؟ أوكي. يعني ليتحول هون لسكوير بدك تزيدي على هيدا الحكي كله مع رايت أنجل. 5. هيها. رمبس مع رايت أنجل. سكوير. هلا. سكوير. طيب ريكتانجل مع دياجونال سبربنديكولر. سكوير. سكوير. Very good. ما هو الوحيد يلي بيكون عنده diagonals perpendicular و equal. 7. Rhombus مع equal diagonals. Square. Square. Parallelogram. لا يا محمد بيرجع رجوع ما هو عم يتصور. ما بالرمبس diagonals بيكونوا equal و بيكونوا sorry perpendicular bisect each other وزدنا عليهم equal يعني صار كل شيء موجود فإذا أكيد صار square. Parallelogram مع perpendicular diagonals. Rhombus. Rhombus. Parallelogram مع equal diagonals. Rectangle. Rectangle. Very good. Quadrilateral with two pairs of opposite sides are equal. يعني عند الأول اثنان equal وثاني اثنان equal. Farm. Farm. Very good. Okay. فإذا هذي بستخدمهم خلال البرهنة. بيكونوا عم بيقولوا لي برهني ريكتانجل بقوم انا برهن باراليلوجرام وبرهن ايكوال دياجونالز مثلا اوكي okay? yes.